قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن العلاقات الاقتصادية والتجارية تعد أحد المحاور الأساسية التي تقوم عليها الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية لغرفة التجارة الأمريكية بحضور كبرى الشركات الأمريكية. وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في ظل فرص الربح المتوفرة في السوق المصرية، منوها بعمل مصر حاليا على تطوير استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية وتعزيز الإنتاج الصناعي.